السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يسعد أوقاتكم متابعي مطبخي مطبخ أكلات شامية، إن شاء الله تكونوا بخير على طول. إخواني، فيديو اليوم أو وصفة اليوم وصفة مميزة كتير، وهي وصفة خاصة بشهر رمضان، بما أنه هلأ قرب شهر رمضان إن شاء الله بيهل علينا وعليكم بالخير والصحة والسلامة. اليوم رح أقدم لكم وصفة خاصة بهذا الشهر الكريم، هي طريقة تحضير المعروك، معروك السوري أو معروك رمضان. هاي الوصفة كتير مشهورة برمضان، بتتقدم كتير وبتنطلب كتير، فهنبلش هلأ بتجهيزها إن شاء الله. بهذا الفيديو رح أخبركم على طريقة تحضيرها، كل أسرار نجاحها، كيف تعطيني الطعمة نفسها، كيف تطلع فلافي طرية سفنجية، وكيف نجهز حشوة التمر لنحشيها فيها. خليكم معي لآخر فيديو لتشوفوا طريقة تحضير المعروك أو معروك رمضان. بداية إخواني، عندي أنا هون 2 كوب طحين، كاستين طحين، رح أضيف لهم تقريبا نص كاسة سكر. رح اذكركم طبعا المقادير كلها بصندوق الوصف. وهون عندي معلقة كبيرة خميرة الفورية، وعندي معلقتين كبار حليب بودرة، وعندي نص معلقة صغيرة ملح. الملح طبعا بحطه بعيد عن الخميرة مثل ما بذكركم دايما. وهلا عندي هون معلقة صغيرة محلب، المحلب معروف بيستعمل للخبز، لخبز الصاج او للخبز السوري. فهون عندي معلقة صغيرة محلب ناعم، وعندي معلقة صغيرة شمرة او الشمر او الشومر. هدول كتير بيفرقوا معي بالنكهة، بيعطوني نكهة كتير طيبة، هن سر من اسرار نكهة المعروفة بالمعروف. طبعا اذا ما وجدوا ما في مشكلة، ولكن هن اذا وجدوا هيك هي الطريقة الصحيحة 100% لتجهيز هذا النوع من المعروف. وهلا رح اضيف له كاسة، تقريبا كاسة الا شوي مي، طبعا حسب نوع الطحين، مي عادية ما شرط تكون مي دافية. وبدي ضيف له هون معلقتين كبار زيت نباتي، زيت ابيض. هاي هي مكونات المعروك كلها. هلا بدي اخلطهم مع بعضهم، وهذا النوع من العجين لازم ينعجن منيح لحتى ينعم معي ويشتغل الكلوتين اللي بقلب الطحين. فهون انا بقلبهم، بعدين بعجنهم بايدي، تقريبا بدي اعجنها 10 دقائق او 8 دقائق، 10 دقائق لحتى تنعم العجينة منيح وتصير ناعمة وطرية. طبعا اذا بدي احطها بالعجانة 5 دقائق بالعجانة بيمشي الحال. انا هون عجنتها 10 دقائق تقريبا على ايدي حتى صارت ناعمة هيك بهالشكل. هلا حشكلها على شكل كرة، وبدي اغطيها واتركها تقريبا نص ساعة لحتى ترتاح العجينة وتبلش الخميرة تتفاعل. هلا غطيتها، حتركها نص ساعة، من 20 دقيقة لثلاثين دقيقة تقريبا. هلا هون بعد ما مضى 30 دقيقة، هلا العجينة ارتاحت وبلشت الخميرة تشتغل. هلا بدي اقطعها. هون ما عم بستعمل الطحين نهائيا، هلا بدي استعمل زيت بدهن طاولة العمل بشوية زيت نباتي وبلش بفرد العجين. ما عم بستعمل الطحين نهائيا بفرد العجين. هون بدي شكل العجينة على شكل رول حتى اقطعها بشكل اسهل يعني. وهلا بدي اقطعها. انا هون لحسائي هو الوزن العجينة المعروق المتعارف عليها وزنها 100 جرام كل قطعة. انا هون حسائيها ميني، حسائي ميني معروق يعني قطعة صغيرة، فحقطعها تقريبا هون عندي 30 جرام لاخذ كل قطعة، حسائيها قطعة صغيرة. فهون حقطع العجين لقطع متساوية، كل وزن كل قطعة تقريبا 30 جرام. طبعا اذا ما في ميزان ممكن اقطعها نظريا، مهم انه يكون القطع تقريبا قدر الامكان بقياس واحد او وزن واحد. هون حقطع العجين كله وجهزه. هلا هيك عندي العجين كله صار جاهز مقطع. هلا حشكل كل قطعة على شكل كرة، شكلهم كلهم بهذا الشكل مثل ما تكونوا شايفين بالفيديو على شكل كرات. وبدي اغطيهم كمان، اتركهم يرتاحوا تقريبا 10 دقائق ربع ساعة لبينما اجهز الحشوة. بالنسبة للحشوة طبعا فينا نستخدم عدة حشوات، فينا نحشي المعروف بالتمر العجوة يعني، وفينا نحشي بالشوكولا، فينا نحشي بالجوز الهند، طبعا في حشوات كتيرة. انا اليوم رح ابلش معكم باول حشوة،
وهي حشوة التمر أو العجوة. فهلا غطيت قطع العجين، وعندي هون أنا العجوة، طبعا كمية العجوة أو كمية الحشوة حسب الرغبة. عندي هون تقريبا 200 جرام، لحط لهم معلقة كبيرة سمنة وتقريبا معلقتين زيت نباتي، لأنه العجوة بتجي قاسية فبدي طريها بالسمنة والزيت النباتي. والأفضل استخدم هون زيت أو استخدم السمنة، تكون سمنة حيوانية، سمنة بلدية حيوانية طعمتها طيبة. أو ممكن استخدم مع التمر، حط له تقريبا ما زهر أو ما ورد حتى يعطيني طعمة طيبة. بس إذا كانت السمنة طعمتها طيبة وحيوانية ما في داعي نستخدم مطيبات للحشوة. شوفوا شلون العجينة صارت طرية أو الحشوة صارت طرية، حشوة التمر. هلا كمان بدي أشكلها على شكل رول وأقطعها بالقياس اللي بدي اياه انا، لحتى احشي فيها قطع العجين. كمان بفرد الحشوة على شكل رول وبقطعها. اخواني هاي الطريقة هي الطريقة الاصلية او الطريقة الصحيحة 100% لتحضير المعروف. هلا بقطع بالقياس اللي بدي اياه، طبعا بدي رد ارجع افرد الحشوه هيك مثل ما تكون شايفين بالفيديو، برجع بفردها تقريبا طول 10 سنتي. كل الامور هي بتهون علي طريقه تجهيز المعروق، يعني بس جهز الحشوه او جهز العجينه وجهز الحشوه وقطعها وجهزها بهذا الشكل. هلا صارت عندي الامور كلها جاهزه، فهلا ببلش شكل القطع المعروق. بداية باخذ أول شيء العجينة بفردها بإيدي، ما في داعي للشوك، مثل ما قلت لكم هون ما بستعمل نهائيا الطحين، بستعمل بس الزيت الأبيض أو الزيت النباتي. بفردها بهذا الشكل، بدي أحط داخلها الحشوة، بلف عليها وبسكرها كتير منيح، وبرجع بفردها كمان على شكل أسطواني. بفردها بهذا الشكل هلا مثل ما كنتم شايفين بالفيديو. طريقة تحضيرها كتير سهلة، بس نتبع الخطوات خطوة بخطوة، المقادير، وإن شاء الله بتاخدوا أطيب معروق يعني ممكن تجربوه. هلا هيك فردتها على شكل أسطوانية. عندي سمسم، بلكب السمسم طرف واحد بقلبها، بخلي السمسم لفوق. وهلا بدي أقطعها بالكرت أو بسكينة، نص نص يعني نص دائرة بقطعها، بقطعها قطعة كاملة بس بهالشكل، عشان شكلها على نفس ال يعني شكل المعروكة اللي بنعرفها نحن مشهورة عنا بهذا الشكل مثل ما كنتم شايفين. هيك بهي الطريقة هلا رح جهز وحدة تانية قدامكم. مثل ما قلت لكم بفرد العجينة وبحط الحشوة بقلبها. هي الطريقة هي نفسها طريقة المحلات اللي بتبعوها، المحلات يعني بتقدم معروق طيب بهي الطريقة بيجهزوه، وهي مقاديره وهي طريقة تحضيره. هلا بفردها على شكل اسطواني مثل ما كنتم شايفين، طبعا الطخانه بدكم اياها او السمك للي بدكم اياه، وبلكها بالسمسم من طرف واحد. هلا بقلبها، بخلي السمسم لفوق، بقطعها بالكرت نص دائرة، نص قطعة يعني بقطع، ما بقطعها كلها كاملة حتى شكلها على نفس الترتيب. هلا بسكرها من طرفيها، بجمع الطرفين مع بعضهم بسكرهم، بيطلع معي شكل المعروكة بهذا الشكل. هلا هون اخواني حجهزهم كله، حطهم بصينية فرن مدهونة بالزيت النباتي او الزيت الابيض، او ممكن احط لها ورق زبدة، بطنها بورق زبدة. وهلا بدي اتركهم يتخمروا، انا هون اختصرت عليكم شوية تصوير، فهون بدي انا اتركهم يتخمروا نص ساعة ليتضاعف حجمهم، بعدين بدي ادخلهم على فرن حامي على 220 درجة، درجة عالية كتير، 220 لازم تكون شغال فوق وتحت، او تحت اول بعدين فوق. بدي اخبزهم تقريبا من 12 دقيقة ل 15 دقيقة بس مو اكتر، ما بدي العجين ينشف بالفرن. فانا هون بعد ما تخمروا دخلتهم على الفرن 220 درجة حرارته من 12 دقيقة ل 15 دقيقة، لحتى يعطوني، ما بدهنهم بشي نهائيا، بيعطوني هذا اللون لحالهم. وباخذ عجينة طرية هشة اسفنجية، ريحتها كتير حلوة، طعمتها كتير طيبة، طعمة الحشوة كتير طيبة. بتمنى الوصفة تعجبكم، تكتبوا لي بالتعليقات شو رايكم فيها، انزلوا هلا اسفل الفيديو، اضغطوا على زر اللايك، لا تنسوا الإعجاب بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم.